أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: امرأة كانت تقوم بغسل الملابس ويوجد عندها سطل كبير فيه ماء، وكانت تقول أحسن الله إليكم: امرأة كانت تقوم بغسل الملابس ويوجد عندها سطل كبير فيه ماء، وكانت لديها طفلة تبلغ من العمر 3 سنين وهي محافظة عليها أشد المحافظة، ففي غفلة من الأم سقطت الطفلة في ذلك السطل وتوفيت، فهل يلزم الأم شيء في هذه الحالة؟ إذا كانت محافظة عليها وعندها تراقبها لكن خلفة سقطت في الماء ليس عليها شيء لأنها لم تفرق. أما إن كانت ذهبت وتركتها عند الإناء، ذهبت وتركتها حتى سقطت، فيكون عليها الكفارة. أما إذا كانت عندها ولكنها سقطت في أثناء التفاتها وفي أثناء شغالها فليس عليها شيء لأنها لم تفرق. نعم.